بشويش عشان ما نشرشرش على الخصور اللي جنبنا. يلا واحد اثنين. ايه مالك يا رفاق؟ انا تعيس معذب في الارض. ليه؟ تصور علقوها لي في الجاكيت. ازاي؟ لا ولا التلميذ اللي عاوز يقطع السكين بالبطيخ. معلش اكل ليش عايز كده؟ احنا مش بتوع كده، احنا كان لازم نكون فوق في القمه. خلاص بكره تتعدل. تعالى انت رايح فين؟ انا خلاص ما بقاش عندي حصص، هفوت على السوق اخد اللحمه والخضار. اسمع مستنيينك على الغدا. لا ما اقدرش النهارده، هحرمكم مني. ليه؟ اصلي عندي دروس خصوصيه لانجال عيشة هانم زاده. بس ارجوك تبقى تطلع عندي فوق البيت وتقول لام سيد خليها تسلق لي فول نابت وتشوي لي جبده رنجه، وارجوك قول لها المره دي ما تاكلش البطروخ. طيب حاضر. متشكر. ابني كنت وفر تعبك واطبخ للنهارده وبكره. لا انا ما خلصنيش تاكل اكل بيت ابدا. يا حبيبي ما يقدر على القدره للربنا. كفايه عليك شغل المدرسه والدروس الخصوصيه وشيل الهم، وانت صحتك على قدك. ازاي ده؟ انا ابنك وحبيبك وخدامك كمان، وانا ما رضاش تاكلي من ايد حد غيري ابدا الا اذا كان اكلي مش عاجبك. يا ندمتي ما عجبنيش. تسلم ايدك. طب اسمعي اسمعي، خدي ذوقي كده، خدي. الله، ده زي الشه. انا كمان خلصت الرز وعملته وحطيته على السفره. وعملت رز كمان. امال ايه؟ انت عارفه ان سمير اخويا يموت في الرز المفلفل. والله يا احمد ما هيخلصك مننا الا الجواز كده. يا ما نفسي افرح بيه. لا الاول نفرح بسمير لما يكبر ويشطر وياخد الشهاده ويشتغل. ده جرس سمير. اسمعي تعالي معايا يا ميس. تعالي اسمعي. ايوه كل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ رز بلبن. رز بلبن يا جدع، ده مفلفل مبدور واحده واحده. مفلفل ايه ده؟ خلطه بيض. سمير وبعدين معاك كله انت ساكت. حاضر امري لله. اسمع يا حبيبي، انت ما كانش عاجبك الاكل ارفدني وهات لك طباخ تاني. وعلى ايه اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش؟ الحته اللحمه دي تستاهل بقك. والنبي يا ابني هو باكل. خليها والنبي. لا والنبي عشان خاطري. ايوه بالف هنا وشفاء. احمد. ايوه حبيبي. شوف الحته دي عشان. لا معلش. لا ان شاء الله اللي ياكلها غيرك يدفع. لا بس. لا لا. اما فيه قوي. ايه اكلها؟ طبعا. الله يجازيك يا سمير.
قوم يا سمير، قوم اشوف الباب. ما تقوم. شرفنا ساعة الغدا. اه منك يا نص لسان. سمير اتفضل يا رفعت اتفضل. ازيك يا تيزة؟ الله يسلمك يا ابني، اتفضل حماتك تحبك. انا ما عنديش حما. عشان تاكل اتفضل. ما انا ما اكلش من اللخبطة دي. سيبوها ام سيد بتشوي له رنجة. خليها تاكل الرنجة لوحدها، انا ابتداء من دلوقتي هاكل دندي شركسية حمام مشوي خرشوف محشي بقلوب العصافير. انا مش فاهم حاجة ابدا. المليونيرة عايشة هانم زادة مالها؟ طلعت عمتك؟ احمد لم لسانك، النعمة هبطت علينا. ابتداء من دلوقتي انا مدير اعمالك، موافق؟ موافق. ايوه بس افهم. ارجع واقول المليونيرة عايشة هانم زادة هتعمل حفلة، واقنعتها بما عندي من بلاغة انك تغني في الحفلة وقبلت. الحقيقة الفضل يعود لشخصيتي الساحرة في حسم الموقف. ايوه بس دي ما عندهاش اي فكرة عني. عندها فكرة عني انا. انا غنيت غنوة من اغانيك بصوتك ده. دي يا استاذ سخسخت. معذورة، اصل صوتك حلو قوي. قطعت شعرها من الانسجام. تصوري يا تيزة، السيجارة شربتها بالمقلوب بقها اتحرق من هول الطرب. امال لما تسمع احمد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هترفعه الى اعلى درجات المجد وبعدها هتبسط. اسمع، انا ما عنديش بدله كويسه اروح بيها الحفله. صحيح، والدنيا مظاهر وانت لازم تظهر بمظهر شيك جدا. ايوه بس ازاي؟ طيب انا هدبر الحكايه دي. دبرها. الله، الرنجه الرنجه شرطت. مش هتغدى، مش هتغدى. تعرف يا ماما، انا متهيألي ان ربنا هيفتحها في وشي المرة دي. قادر كريم، انت يا ابني طيب وتستاهل كل خير. عارفة انا اول ربنا ما هيفتحها عليا هسكنك في فيلا حلوة بجنينة لطيفة، واجيب لك طباخ بريمو علشان يريحنا من الاكل الخلطبيطة ده. انا كل اللي طلبه من ربنا يا احمد انه يديك الصحة ويبلغك مقصودك وتبقى احسن الناس كلها يا ابني. وانا هتجيب لي ايه؟ هجيب لك بسكليتة يا حبيبي. زي بتاعت ممدوح؟ واحسن طبعا. بجراسير. وفانوس كهرباء. اله يجعل في وشك القبول يا احمد يا ابني. انا يا نينا كل خير هشوفه نتيجة دعاكي ونتيجة صبرك وتعبك. ضحيت بكل حاجة علشاني. ربيتيني وخليتيني راجل. كنتي لي ام واب. انا حوهب شبابي وحياتي ومستقبلي علشانك انت وسمير. انا زعلان منك، بقتلي في اسكندريه وانا ما اعرفش. ما كنتش اعرف انك في اسكندريه. يعني ما بتنزليش البلاج؟ الصبح بدري يا دوبك ساعه وبعدين اروح البيت. اهلا ناديه. اهلا عيشه هاني، اتفضلي. امال فين خالك الدكتور عبد الوهاب؟ والله بيعمل عمليه لواحد صاحبي في مستشفى الموافاه. طب اتفضلي. اما انا محضره لك حته مفاجاه. ايه يا فارس؟ مش بتحب المغنى العربي؟ طبعا. مطرب جديد بيقولوا صوته مش بطال. يوه، مغنى عربي. تشجع، دي فرصتك. الحفلة مليانة شخصيات وأنا معاك. عايشة هانم، المفاجأة اللي وعدتك بيها، اسمحي لي اقدم لك الاستاذ احمد سامي. اهلا وسهلا.
اتأخرتوا كده ليه يا أستاذ رفعت؟ لا مؤاخذة عائشة هانم، أصل كنا بنصلح البدل. لا مؤاخذة، أصل كنا بنصلح النوتة الموسيقية. طب لو تسمح تقدموا المعازيم. حاضر عائشة. سيداتي، آنساتي، سادتي، افرحوا، اسمحوا لي كمان أن أقدم لكم الأستاذ أحمد سامي، خريج المعهد العالي للموسيقى وأستاذ السولفيج في مدرسة خليل باباز. عن إذنك. أنا قلت ستسمعون الأستاذ أحمد سامي. تصفيق. مفيش بطاطس؟ هتاخده بره شويه في البرنده؟ لا 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 خلاص وشربك. هقعد ساكت يا استاذ. دندن دندن. ايه قاعد يا استاذ؟ قاعد قاعد. حاضر يا استاذ بزاز. Thank you.
أخت محمود استنى شوي. أعتذر لك على اللي حصل، أصلهم كانوا شاربين. أيوة. أنت متضايق قوي. مش عشان هيصوا عليا وأنا بغني، أبداً. أنا متضايق لأن دي الفرصة اللي كنت أقدر أفرح بيها والدتي وأخويا الصغير. ما تقدريش تعرفي قد إيه والدتي تعبت في تربيتي. كان نفسي أفرحها، لكن أنا حظي دايماً وحش. الأيام جاية كتير، والفرصة هتتعوض بأحسن منها. قول لوالدتك ان في واحدة بتحب الموسيقى سمعتك، وبتقول ان في يوم من الايام هتبقى مطرب مشهور. انا متشكر قوي على المجاملة دي. ابدا، الاغنية اللي كنت بتقولها في الحفلة جميلة جدا، كلامها حلو وكله احساس. هي كانت ازاي الغنوة؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه؟ حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي. ممكن تغنيها؟ حاضر. بتلوموني ليه تا، بتلوموني ليه تا، لو شفتم عيني تا، حلوين قد ايه ترى، هتقولوا انشغالي وسهد الليالي. مش كتير عليه ليه بتلوموني؟ أسير الحبايب يا قلبي هداي، أسير الحبايب شغالي وسهد الليالي.
مش كتير عليه ليه بتلوموني من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعني وقلبي وهو شبابي وهو صحابي وهو قريبي وكل حبايبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعني وقلبي وهو شبابي شخص واحد حضرتك معلش بكره جمهورك هيزيد ومين عارف يمكن في يوم نتقابل وافكرك تحب اوصلك حته متشكر البيت قريب تصبح على خير وانت من اهله لسه صحيين مساء الخير يا نانا يسعد مساك يا حبيبي ان شاء الله يكون ربنا وفقك الحمد لله والناس انبسطت قوي الف مبروك يا ابني الله يبارك فيك يعني خلاص هتجيب لي البسكليت ده امال يا حبيبي انا ماليش الا انت اسمع خد مصروف بكره ده شنن بحاله ده انت لازم قبضت 100 جنيه مش عاوزه فلوس سلف يا نانا تعيش يا حبيبي روح نام عشان عندك مدرسه بدري اجري وانت يلا نين عشان تنام يلا يا ابني كنت متضايق قوي لكن لما جت ونزلت من العربية وقعدت جنبي كلامها الرقيق نساني كل اللي حصل في الحفلة والنبي دي باين عليها بنت حلال وقلبها طيب انا كمان نسيت نفسي وغنيت ساعتها يا نينة تهيأ لي اني بغني للدنيا كلها وهي كمان ادتني امل كبير قوي على فكرة يا نينة دي محملاني رسالة عشانك خير يا ابني بتقول لك اطمني بكرة ان شاء الله هيجي يوم ربنا يكرمني ويحقق لي كل امالي قادر كريم يسمع منها تصبح على خير يا نينة
وانت من اهل الخير يا حبيبي. افهمني بس. انت اللي تفهمني، اتعلم مني. انا الخبير المحنك. قابلتها، ابتسامة حلوة، انحناء بسيطة، تروح قاعد هي هتبتسم لك بتردد، تروح قايل لها هلو. فاكرة لما تقابلنا على الكورنيش؟ هتقول لك ايوه فاكرة. تروح موطي صوتك تقريبا شبه وشوشة، وبص لها وقول لها يا سلام، من ليلتها عينيا ما شافتش النوم، كنت بحلم بيكي بحلم بيكي. هتبلع ريقها وتسكت، تروح قايل لها وانتي بتحلمي بيا كمان. ماسك ايدها هتترعش على طول، تروح عزمها سينما من 3 لـ4:30. يا مين يا استاذ؟ انت غلطان جدا. انت اللي خيبان. مكسوف من ايه؟ خايف من امك؟ وانا صغير يا اخي. يا رفعت يا حبيبي فهمني، انا فين وهي فين؟ اذا كان كده سيبها وشوف لك واحده على قدك. انا كفايه عليا اشوفها من بعيد لبعيد. إذا أنت بتحبها؟ أيوه بتحبها صحيح. اسمع، أنا كنت أقسمت لك إني أوصلك لفوق، ودلوقتي أقسم لك إني حديك مفتاح الحب بإيدك. من النجمة تصحى وتحضر نفسك، حنلف وندور عليها بلاجات اسكندرية كلها. قول أيوه. Thank you.
يلا بينا. لا تلتخم. لا تلتخم. لا تلتخم. صباح الخير. صباح النور. أنا مش عارف أشكرك إزاي على تشجيعك لي ليلة الحفلة. أبدا مفيش حاجة. اتفضل استريح. أنا؟ اتفضل. صباح الخير يا حبوب. صباح. لا اسمك إيه يا أمور؟ أنا ماليش اسم. أم الخلول. إزاي ماما؟ بخير والحمد لله. وأخوك؟ كويس. هو اسمه ايه؟ سمير. اسم لطيف قوي. انا بألف غنوة جديدة اتعشم انها تعجبك. بتقول فيها ايه؟ والله بصراحة لسه ما كتبتهاش، لكن كل معانيها هنا. بكرة الصبح اقدر اسمعها لك، ممكن؟ انا دايما هنا الصبح. طب عن اذن حضرتك عشان عندي الحصة التانية. مع السلامة. اتفضل يا حبيبي اقعد جنبي. لا اقعد ما تخاف. لا قولي انت بتشتغل ايه؟ مدرس في خليل باباز. يا سلام، ده كنت تلميذة في المدرسة دي. يا جوزي مدرسة انشئت في القرون الوسطى. يلا يا رفعت يلا. طيب يا حبوب هشوفك بكرة. انت ما تباتيش لبكرة ابدا. المدمزين ما كانتش النهارده. دول سافروا يا استاذ. انت متاكد انهم سافروا؟ ايوه، دول خدوا كل حاجتهم امبارح بعد الظهر، والظاهر انهم سافروا فجاه لانهم كانوا ناويين يعني يقعدوا كده لغايه اخر الشهر تقريبا. قول لي والله. ايه؟ ما تعرفش عنوانهم في مصر؟ لا والله يا استاذ. يا زغلول! على زغلول! سافروا. المدموزين مش جايه النهارده؟ لا دي سافرت. ده النهارده معاد استلام صورها، ممكن تديني عنوانها في مصر؟ انا قريبها، ممكن اوصلها. يبقى كتر خيرك. العفو. كام والله؟ لا متشكر، انا خالص بالفلوس. بحلم بيك انا بحلم بيك. يا سلام، ابنك صوته حلو قوي.
ان شاء الله ربنا ما يحرمنيش من صوته ابدا. يا ريت كان ليا ابن زيه. وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، اشتلالي هني احلى بيك. انا بحلم بيك، انا بحلم بيك، وباشواقي مستنيك. بحلم بيك، انا بحلم بيك، وباشواقي مستنيك. وان ما سالتش فيا كفاية عليا، وان ما سالتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هني احلم بيك، انا بحلم بيك. بلاغه في الصوت، فصاحه في اللفظ، سحر في النغمات. وايه الفايده يا رفعت؟ انا الفت الغنوه دي ولحنتها عشان خاطرها. وهي فين دلوقتي؟ في مصر ومش سامعاني. طب يا اخي مستني ايه؟ ما تروح تدور عليها وتسمعها. لا، انا ما احبش اكون متطفل. الحب ما فيهش تطفل، الحب ايجابي، ما تكونش انت سلبي. ارتفع وطير، القاهره مش بعيده. اسمع، انا قررت اننا نسافر حالا مصر. سافر ازاي يا رفعت؟ بس والمدرسه؟ مدرسه اجازه مرضيه. انا عندي روماتيزم وانت عندك نيايزم. ايه رايك؟ خلاص خلاص. اذا الى القاهره، الى الحب. بيتها ده؟ ايوه بيتها، ساكنه فيه لوحدها هي وخالها بس. رفعت يلا بينا. ايه هو ده؟ احنا جايين من اسكندريه عشان تقول لي يلا؟ ده انا عملت بوليس سري لحد ما اكتشفت البيت. اسمع يا رفعت، نكلمها في التليفون احسن. يلا. الو، من فضلك مادموزيل ناديه موجوده؟ متشكر. راح انت لها. الو، قول لها انا احمد. مش قادر. الو الو، قفلت السكة. يا اخي انا عارف ايه الخجل اللي نازل عليك ده. انا عارف. تعرف ليه؟ عشان انا عارف نفسي. انا بالنسبة لها ولا حاجة. عندك حق، بس تعرف لما حوصلك المجد هتنسى الخجل ده. يا ريت. اتفضل يا استاذ. احمد سامي، احمد سامي طلب مسلسل رقم 10920. 10920 ميعاد الامتحان يا سيدي. ايوه بس مش ممكن تقديم ميعاد الامتحان يا فندم. يا استاذ كل حاجه هنا بتدور. ايوه بس عبال ما يجي دوره هيكون بقى الشيخ سلام حجازي. ارجوك يا استاذ خلينا نشوف شغلنا. طب ممكن قبل نجيب لجنه الاستماع؟ يا استاذ ما عندناش وقت ارجوك. طب انا مأيد نفسي في ركن الهواء، والله لو سمحت تشوف لنا. ركن الهواء، ركن الهواء، ركن الهواء. احمد سامي، احمد سامي، احمد سامي. احنا بعتنا لك اسكندريه من 3 ايام، كان لازم تقدم نفسك امبارح. معلش يا استاذ، فرصه تانية. معلش. يلا يا رفعت، انا عارف ان حظي وحش. يلا. من فضلك عاوزين نقابل حضرة المدير في ميعاد؟ لا احنا جايين له في شغل. انت بس قول له الاستاذ رفعت السناكحلي. سناكحلي؟ ايوه. انا اسف، المدير مش فاضي. آه.
يا استاذ، انت يا استاذ، انت يا استاذ المدير، انت يا استاذ، انت يا استاذ، انت يا استاذ. يا حضرة المدير، حرامية؟ حرامية؟ احنا يمكن حنسرق من وردك دقيقتين، لكن انت هتكسب مننا كتير يا خلايص. مدفع، تعال هنا غني غني يا استاذ. الاستاذ صوته سلاسل دهب، كنز لسه ما حدش. امشي اطلع بره القهوة. غني يا احمد، غني ازاي بس؟ حرام عليك، غني. يلوم علي همك. الو، البوليس هناك ده؟ ايوه هنا شكل انت. ايه شفت فور؟ في عاملين على لصوص. غني غني ولا يهمك، غني يا ليلي يا عيني غني. شايف فرصة العمر. افتح الباب. اوعى جوه هنا، اوعى شوية، اوعى. افتح الباب، افتح الباب، اقفل الباب. هو ده، مفروض عليه. كان في واحد تاني هنا؟ لا، ما كانش حد هنا. اطلع. في فرشة هدوم. فضل معانا. على فين؟ على المجد يا استاذ، فضل. الحمد لله اللي خلصنا، احسن لنا نرجع اسكندرية بقى. لا انا ما ارجعش. ما ترجعش ليه؟ الاجازة خلصت والفلوس خلصت، واللي فاضل يا دوب يرجعنا اسكندرية درجة تالتة. لكن الامل في قلبي مخلص، ثم انا ما ارجعش اسكندرية درجة تالتة. معلش يا سيدي، معلش معلش. لسه فاضل ساعتين على كل حال على سفر اسكندرية. انا عندي فكرة. ايه؟ تعال لما اغديك غدا ممتازة على ضفاف النيل. تعال يلا. اخر زمن. ايه؟ انا اتغدى ترمس ملح. مش يلا بينا بقى؟ اما اشوف تاكسي. تاكسي 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 يا استاذ، هناخدها كعابي للمحطة. صعبان عليا نرجع اسكندرية من غير مجد. معلش يا اخويا، الحظ مش بالعافية. طيب سؤال اخير، ايه رأيك في دخول المرأة في ميدان العمل؟ والله ما عنديش مانع. انا اسمح للمرأة انها تدخل ميدان العمل على شرط انها ما تنساش المطبخ. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي الاستاذ رفعت السناكحلي. اهلا وسهلا. طيب وانت ايه رأيك يا استاذ؟ والله يا فندم رأيي ان المجتمع تعاون بين الرجل والمرأة عشان يقدروا يوصلوا الحياة افضل. اسم حضرتك ايه؟ احمد سامي. الاستاذ احمد سامي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. وبتشتغل ايه؟ سيادته من اغنى اغنى اغنياء اسكندرية وعين عيان كرموز. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب حضرتك مالكش مثلا هوايات معينة؟ والله انا بألف اغاني والحنها وبيغنيها كمان. دي حاجة جميلة قوي. طيب ما فكرتش تقدم انتاجك للاذاعة؟ الاذاعة بتتحايل علينا لكن ما عندناش وقت، ولما ألحوا تسهلت ودتهم معاد بعد 4 سنين كده هو. طيب ايه رأيك دلوقتي تقدم للجمهور حاجة من انتاجك؟ عرصيف كده؟ مش معقول. معلش يا رم، مستحيل. عشان خاطر ست امال. يبقى ما فيش مستحيل. متشكرة قوي. اتفضل. بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنيه احلم بيك.
صلي على النبي. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. اسكتي يا مسيدة، علي الراديو يا سمير. بحلم بك يا حبيبي أنا، ياللي مليت أيامي هنا. بحلم بك يا حبيبي أنا، ياللي مليت أيامي هنا. بحلم بك عارف من إمتى، من أول ما عرفت أحب. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. بحلم بيك عارف من امتى، من اول ما عرفت احب. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. وانت حياتي وابتساماتي، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا بطال. ده هايل، ده كله احساس. انا اول ما سمحته قلت هيبقى له مستقبل كبير قوي. وانا كمان. صحيح يا خالي، انت كمان سمعته؟ لا ما سمعتوش. لا صحيح، ايه رايك فيه؟ ما دام بتقول هيكون له مستقبل، هيكون له مستقبل. الغدا جاهز يا فندم. كده؟ طب خليه مجهز عربيه ناديه هانم علشان هنسافر على العزبه بعد الغدا على طول. حاضر يا فندم. عشتي ليالي هنيه احلم بيك، انا بحلم. ايه
الحقيقة حاجة جميلة. وحضرتك ساكن فين في اسكندرية؟ احنا نازلين في مينا هاوس. في القاهرة يعني؟ ايوة سيادتنا بنشتي في القاهرة، قاهرة المعز. اهلا وسهلا، متشكرة قوي وفرصة سعيدة. العفو يا ست امان. غريب السواق بتاعنا ما جاش. تاكسي؟ معلش تعالى ناخد تاكسي. تعالى. ايه الحكاية؟ تاكسي ومينا هاوس واحنا ما معناش الا جنيه واحد؟ الجنيه ده هيخلف جنيهات بفضل تدبير الحكيم. واذا ما خلفش؟ ما هيخلف، هيخلف مئات والوف. بكره شوف، بكره شوف الاذاعات والاسطوانات والشركات والافلام تفتكر يا رفعت؟ افتكر ده انا شايف الحاجه قدام عينيا يا راجل. ولا بكره لما ترفع السماعه وقلبك زي الحديد وتقول الو ناديه انا احمد سامي، امتى هشوفك يا حبيبتي؟ أحلام، كل الحقائق كانت أحلام. نزل ناديه موجوده والله؟ لا يا فندم، دي مسافر، مسافر على الاسبه، مش عارف يجي امتى. متشكر. ها جبت فلوس؟ ابدا. عشان يعجبك كان لازم يعني مين هاوس دي؟ ادي احنا بقالنا اسبوع محدش سال فينا، هنخرج من هنا ازاي؟ ولا يهمك، دلوقتي ننزل من هنا بمنتهى القبة والعظمة ونفوت على مكتب الاستقبال ونقول لهم لو حد سأل علينا هنرجع بعد ساعة، وأول ما نخرج من الباب حمامة. يعني هننصب؟ هنفوت لهم الشنط. هي الشنط فيها حاجة يا سيدي؟ تتدبر، نبعتلهم الفلوس فيما بعد. المهم يلا بينا قبل ما يقضوا علينا فاتورة الحساب. خلي بالك العظمة خليك تقيل ورايا. راجعين بعد ساعة، لو حد سأل ابقى خد اسمه وتاريخ حياته. يلا بينا يا استاذ احمد. اكسلانس لازم تدفعوا الحساب. اسبوع فول بورد 72 جنيه 80 قرش. ايه المعاملة السيئة دي يا متر؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انت اكسلانس علشان كده لازم تدفعوا الفلوس النهارده. طيب انا حسيب الاستاذ هنا وانا اروح اجيب لك الفلوس. لا انا اللي حسيب الاستاذ هنا وحروح انا اجيب الفلوس. تعال هنا، انت اصلك ما تعرفش تتصرف. يعني انت اللي تعرف تتصرف؟ ميشيل كلم البوليس. ليه بس؟ ما يصحش يا متر، انا استاذ لغه عربي. مش ممكن. وكمان ما تنساش اننا كنا عيش وملح معاك انا وهو. مش ممكن، يعني مش ممكن. طيب يا متر يلزمكش. اسمع اسمع، احنا ممكن نشتغل عندك بالفلوس دي. هتشتغلوا في السجن. طيب يا متر يلزمكش درس عربي. نو. مش عايز درس مزيكا؟ ايوه. نو نو. اسمع بس، انا هعلمك بيانو، كمانجا، سيكا، دوكا، كل اللي انت عايزه. كله كله دي ده ما يعرفش عربي ابدا. ده السجين. اسمع انت تلم لسانك. ايوه احسن بحدي ما يحصلكش. طيب ميشيل Thank you.
قبض عليهم دول. يلا. الحمد لله لما شفتناش في الموقف المهبب ده. يلا صحنا شويه. الإذاعات والشركات هتجري ورانا، الفلوس هتنزل علينا زي المطر، مش كده؟ أنت لسه مش واثق من كلامك. إزاي يا أستاذ؟ وأنت كلامك ينزل الأرض أبداً؟ أنا أقسمت إني أوصلك للمجد، وهوصلك للمجد. ليه يا أخويا؟ ما إحنا وصلنا أهو، مجد مع الأشغال الشاقة. رفعت. إيه؟ مدير شركة الأسطوانات. كده اللي كان. شششش، روح اقعد هناك، ودندن، واسبح في بحر الإلهام. وسيبهولي انا امشي امشي امشي. صباح الخير. صباح الخير. انت مين؟ انا رحت مينا هاوس، قالوا لي جيت جري. انا متاسف جدا. متاسف على ايه؟ جميع العباقره بهدلوا محطتهم وداء الغلب. روائع النغم كلها اتكتبت على جدران السجون. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ استاذ احمد. استاذ احمد. ارجوك سيبه هايم في غيوم الالهام. ارجوك ما تخسرش الشغل. ايه بيلحن اغنيه جديده؟ طبعا. سجنوني العوازل. انا مستعد اشتريها. كان غيرك اشطر. اغنيه الناصيه كمان. بعد خلاص. يا استاذ انا مستعد اشتري كل انتاجه على الغميضي. تدفع كام؟ اللي تقول عليه. تسجيل الاسطوانه ب 200 جنيه. موافق. والموسيقيين على حسابكم. موافق. و 30% من الدخل. 30%؟ لا ده كتير قوي، مش ممكن. اذا احنا متاسفين يا شاويش. وصل حضره المدير. يا رفعت. يا رفعت يا اخي انت خسرت الشغلانه. ما كان 20-25% كفايه. بس اتقل. انا اقسمت اني اوصلك للمجد، وهوصلك للمجد والفلوس كمان. احمد سامي. ايوه. رفعت السناكحلي. انا افراد. افراد؟ ده مش ممكن. انت لازم تخلص لحنا هنا في نفس الجو يا استاذ. سيدي نبقى نيجي مره تانية. الاستاذ هو اللي ضمنكم. اتفضل. انا عاجز عن الشكر. انا موافق على 25%. ايوه. وادي 200 جنيه هم عربون لغايه ما نكتب الكونتراتو. انا اصلي مدير اعماله. العربيه موجوده بره تحت امركم، تحبوا تروحوا فين؟ نروح فين؟ مينا هاوس طبعا. يلا. ايه انت بتدور على ايه؟ بدور على المتر عشان انتقم منه. اسمع، انتقم منه لوحدك. انا طالع اكتب جوابات لماما فوق. طب اكتب جواب استقالتي واستقالتك لمدير خليل باباز. ورقة بمية جنيه الحساب، وخلي الباقي ميرسي تحت الحساب. طب انا خمنت حضرتك واخد حرام. حرامي في عينك. كان لازم تلبس نظارات عشان تفرق بين الناس. انا هشتكيك بخواجه مينا هاوس. روح شوف اذا كان حد سال عني في الريسبسيون. رفعت السنه كحلي. رفعت السنه سهلي. السنه كحلي. كاف كسره كحلي. ادخل. ارمي دول في البوستة. حاضر.
الو مدمنزل ناديه، انا احمد سامي، الله يسلمك، متشكر جدا. انا اتصلت بحضرتك قبل كده، للاسف كنت مسافره، حبيت بس اعرف اذا كنت سمعتي الغنوه اللي غنيتها عن ناصيه ولا لا. سمعتيها؟ صحيح، ان شاء الله تكون عجبتك. جدا، وعجبت اصحابي قوي، الكلام كمان مبسوطين منه عايزين يحفظوه. اصل انا كتبت شويه منه لحد ياللي مليت ايامي هنا. تسمح تكمل لي الباقي؟ بحلم بيك، عارف من امتى؟ من اول ما عرفت احب. بحلم بيك وبحبك، وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية. احلم بيك. مدمنزل نادية، ها انا معاك، عندي بقيت كلام الغنوة. يظهر ان الكلام اللي قلته لي على الكورنيش ابتدى يتحقق، لاني مضيت عقد مع شركة ايجيبت فون. الله يبارك فيكي، ده كله نتيجة تشجيعك. ازاي انا منساش فضلك عليا ابدا. بلاش الكلام ده ارجوك. ايه اول اسطوانه هتسجلها؟ غنوه الناصيه طبعا، وبعد كده غنوه جديده، بس الحقيقه مش مطمن لكلامها شويه. لو سمحتها لي هقول لك رايي فيها، ولو ان دلوقتي ما بقتش جمهورك كله. انا طول عمري هفضل محتاج لرايك وتشجيعك. كان نفسي قوي اسمع الغنوه، بس اصلي عندي ميعاد دلوقتي مع واحده صاحبتي في نادي الجزيره. يا خساره، انا لازم اقدم الكلام النهارده وانا بتفائل. اجي نادي الجزيره بعد نص ساعه؟ ده انا هكون بعد 10 دقايق. متشكر، متشكر قوي. متهيألي إن الكلام كان ممكن يكون أحسن من كده. بالعكس، ده لطيف وكله إحساس، لكن ما بيعبرش عن الحب زي ما نحسه. الإحساس اللي في قلبي مش قادر أصوره زي ما أنا عايز. أنت بتحب للدرجة دي؟ وأكتر، وشايف إن الحب مش كفاية وإنها تستاهل أكتر منه. إنسانة رقيقة نبيلة، صورتها دايما في قلبي. ويا ترى هي شعورها إيه؟ ده اللي نفسي أعرفه. ما حاولتش تصارحها؟ بس يعني مش يمكن تكون ما بتحبنيش وتزعل؟ تزعل وانت بتحبها بالشكل ده؟ ما ظنش. يعني اصارحها؟ طبعا. طب هي شكلها ايه؟ شكلها سمرة. هلو نادية. اهلا هدى. اهلا، عن اذنكم بتقعد شوية يا احمد؟ معلش، اصل سعيدة. غريبة، انا كنت فاكرة انه بيحبني، اتاري بيحب واحدة سمرة. اهلا وسهلا. قولي، عجبك المدرسة في مصر؟ اهو كلها مدارس. وابي احمد لسه ما جاش. في الاوضة بتاعته. طبعا اذنك انا هروح له. طيب يا حبيبي.
السلام. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ صعبان عليا قوي، نفسي اجوزك. خلاص ايدي على كتفك. قول لي، هي لسه ما تعرفش من صورتها عندك؟ لا ما تعرفش، ومش لازم تعرف. حقك تقول لها عشان تشوف اذا كانت بتحبك ولا لا. والله يا سمير خايف. اقول لها انا؟ لا انت مجنون، اوعى. البنات كتير حلوين زي القمر، مش لاقي واحده فيهم زي ناديه؟ اهو انت بيبقى قدامك الاكل كتير اصناف وانواع، اشمعنى بتحب الرز؟ عشان مفلفل. اهو انا ناديه عندي زي الرز المفلفل. يبقى عندك حق. اسمع، انا جات لي فكره تخليها تحبك موت. لا يا باشمهندس، انت لسه صغير، مالكش دعوه بالحاجات دي. صغير ازاي؟ ده انا افهمها وهي طاير كده اهو. الو، طب خدي حديدي بقى وريني شطارتك. اتكلم رد. الو، لا يا مدموازيل، انا اخوك. الحاج يا حسين، روح معاه سينما. انا ماليش دعوه بالصرف. الو، لا يا اختي انا لسه صغير. اتفضلوا، غدا جاهز يا فندم. ايه رايك الرز بيعجبك اللي بيعمله لك الطباخ الجديد؟ عاوز الحق، انا وحشني رزك الخلطبيطه. يا شاي يا ابني، ما انا باكل بايدي اهو، استريح انت. يا سلام، وانا تعبان في ايه بقى؟ يا احمد، انت دلوقتي مشاغلك كترت، ووقتك مش ملكك. انا طول عمري خدامك يا نينا، انت اولا وبعدين اي حاجه في الدنيا. اتفضلي. وزياده بقى والنبي. تعدميني ان شاء الله. يا بعد الشر يا اخويا ما تدعيش. ها اتفضلي اتفضلي. يعني يا ابني عمال تعزم عليا وانت ما بتاكلش ابدا. ازاي بقى، ده انا بطني مليانه من الاكل خالص. اقول لك، هو ما بياكلش ليه يا نينا؟ ليه يا حبيبي؟ اصله تعبان من الشغل شويه. ليه كده بقى يا حماد؟ صحتك بالدنيا يا ابني. عاوزاه تبقى صحته زي البومب يا نينا. طبعا، هاتيله الرز المفلفل. استاذ احمد موجود؟ ايوه موجود، انا شايفه. احمد، احمد، مجد الامجاد وانتصار الانتصارات، بل فتح في عالم الفن ليس له قرار. انا جايب لك بشرة ملهاش نظير. سعيدة يا تيزا. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. متشكر، انا اتغديت. انت بتتغداش عندها ليه دلوقتي؟ انا اتغديت من 3 ايام. واتغديت من يومين كمان. سمير، وبعدين قول لي. انت عارف ان في حفلة في الاوبرا يوم الجمعة 11 الشهر؟ طبعا. وعارف مين حيكون موجود في هذه الحفلة؟ طبعا. وعارف مين حيغني في الحفلة؟ لا طبعا. طبعا ما تعرفش. انا اعرف، انا تمكنت بما لدي من شخصية ساحرة اني اقنعهم يختاروك انت بالذات عشان تغني. افرح. ايوه انا ما بهزرش، افرح. انت خليك قاعد هنا، انا عاوزك، عاوزك كلمة خصوصي. طيب. ما تتحركش. عند اسمك يا نينا. اتفضل يا ابني. ايدك على 10 جنيه. عايزهم ليه؟ متخافش يا اخي، انا عندي ميعاد، تعرفت على واحدة امبارح بس، والنهارده هسقيها بيرة وعزمها على السينما من 3 لـ4:30. تقدر تقول لي انت عملت ايه مع ناديا؟ ولا حاجة. طبعا ولا حاجة. الاول كنت تقول انا فين وهي فين، ودلوقتي الحكاية كلها تتحل بكلمة واحدة بس، قول هلا يا اخي احبك. ايه هتعمل ايه؟ انا هطلبها على التليفون عشان اصرح لها بحبك قدامي. ايوه بس ده كلام ما يتقالش في التليفون. طب اعزمها على الاوبرا يا اخي. اه اذا كان كده معلش. الو، thank you.
بعدك نار قربك نار واكتر من نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار حبك نار نار يا حبيبي Thank you.
بعدك نار، قربك نار، واكتر من نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، نار يا حبيبي نار، حب نار. سمير، أنا بقيت كويس دلوقتي، اجري طمنينا وشوفها يمكن عايزة حاجة. ألو، مين حضرتك؟ لا مش هي، هو نايم يا فندم، ما يقدرش يكلم حد. مع السلامة. ألو، كويس الحمد لله. مع الشوف. الو يا مدمزيل، ارجوك بلاش معاكسه، قلت لك فيني بقى. منزل الاستاذ احمد سامي. احمد ما يقدرش يكلم حد، عصره تعبان قوي قوي، عندكم صوت حكمه. كل الناس سألوا عليا، ونادية ما كلفتش خطيرها وضربت التليفون. اعذرها يمكن ما معهاش ثلاث تعريف. اسمع يا سمير، قوم انت نام يا حبيبي، فوت على نينا طمنها وقول لها ان انا نمت. حاضر. طبعا اذنك انا هاخد صورة عشان تعرف تنام. سمير ارجوك سيبها. طبعا هسيبها لك يا المساج. أهلا وسهلا، تفضلي. مساء الخير يا أحمد. نادي هانم، أهلا وسهلا، تفضلي. لا لا، خليك مستريح، اوعى تتحرك. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. أرجوك عشان خاطري. بإيه؟ أبدا، نفسي ضاق وحسيت إني هتخنق. أزمة متعود عليها من زمان، بس المرة دي جت صعب شوية. أنا متأسف، ما قدرتش أجيلوش. معلش، بس الدكاترة قالوا إيه؟ أبدا، بسيطة. أنا متشكر أوي، أنت تعبتي نفسك زيادة عن اللزوم. أصل سمير قال لي إنك تعبان قوي وعندك كونسولتو، ده اللي خلاني اجي في وقت زي ده. زيارتك دي جميل، مش هنسى طول عمري. ما تقولش كده، ما دام اطمنت عليك اروح بقى. تصبح على خير. وانت من اهله؟ لا خليك، انا عارفه السكه. مع السلامه. الله يسلمك. خدتها من مصوراتي في اسكندرية، وعدت اني اوصلها لك، لكن غصبا عني احتفظت بيها. الظاهر اني اديت لنفسي اكتر من حقي، معلش. ممكن تسيبيها لي؟ احمد
انا مش سالتك اللي بتحبها شكلها ايه، قلت لي سمره. حاولت اقول لك الحقيقه ما قدرتش، خفت اتحرم منك، قلت كفايه عليا اشوفك واسمع صوتك. احمد انا هاجي لك الصبح عشان اطمن عليك. يا ريت، دي والدتي من زمان مش هتقابلك. هنتقابل كتير بعدين، تصبح على خير. انا كنت مديلك الحريه لان كنت واثق فيكي، لكن المره دي تاكد ان تصرفي ده غلط. الواجب كان بيحتم عليا ان اروح واسال عليه. واجب ايه اللي يخليك تزوري واحد في بيته؟ تسمح لي اقولك يا خالي انه بالنسبه لي اكتر من صديق. كده دي حاجه جديده ما كنتش عارفها. انا نفسي ما كنتش عارفاها، انما لما عرفت انه كان مخبي شعوره عليا خايف لا يجرحني او يمس شعوري. اظن ده انسان الواحد يثق فيه ويطمئن له. اسمعي يا ناديه، انا بحكم سني وتجربتي اشوف ان العلاقه بينكم مش هتكون موفقه. انت لازم تقطعي صلتك بيه. يا خالي ولا كلمه، انا عارف مصلحتك كويس. ايه رايك؟ امرك يا خالي. تصبحي على خير. سفر يا نيل. ربنا يفرحه كمان وكمان. هو الحب بيعمل كده؟ ايه واكتر من كده. طب ما انا بحبك ما بسفرش ليه؟ الله يجازي شطارك يا سمير. ايش 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 الورد ده كله؟ ده شاريه من مصروفي. متشكر قوي يا باشمهندس، ربنا ما يحرمنيش منك. احمد. نعم يا نيل. هي ناديه هتيجي امتى؟ زمانها جايه حالا. شاي يا دمك. برضه مش هايل. استنى. الو مدمازين نادية، صباح الخير. الحمد لله نمت كويس. انا بكلمك دلوقتي عشان اطمن عليك. و ليه انت مش جايه؟ دي والدتي قاعدة مستنياكي من الصبح ونفسها تتعرف عليكي، وسمير جاب لك ورد من مصروفه وقعد يوضب فيه. ما تقدرش تتصوري قد ايه هنكون سعداء لما نشوفك. في حاجة يا نادي هاني؟ لا لا أنا جاية على طول. اهلا وسهلا ناديه هاني. خليكي مرتاحه، ده انت شرفتينا، ده مجيك عندنا وسؤالك على احمد جميل فوق راسنا. ما تقوليش كده يا تيزا. كنت اتمنى يا بنتي نظري يكون سليم واشوفك بعناية، لكن برضو والنبي قلبي شايفك. ميرسي ميرسي قوي. ازيك يا سمير كويس؟ انا كويس مدام ابي احمد كويس. اتفضلي. اشرب شربات فرحك يا احمد. مش تقومي بقى عشان اديك الدواء يا نينا؟ والله كنت ناسيه يا سمير. خد يا ابني. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي.
حاجة يا نادي هانم. أنا آسفة يا أحمد، يظهر إن إحنا مش هنقدر نتقابل بعد كده. ليه؟ خالي الأول مرة في حياته اتخانق معايا علشان جيت لك امبارح بالليل، وقال لي مش لازم نشوف بعض بعد كده. وده رأيك؟ طب اسمحي لي أقابله وأتفاهم معاه. بس خالي صعب قوي. معلش أنا هروح له العيادة النهاردة على إني مريض، وهو بيكشف عليا حضرتش معاه، ولو جات الفرصة هكلمه في الموضوع وأحاول أقنعه. إيه رأيك؟ ربنا معاك. حسيت باختناق شديد وما كنتش قادر اخد نفسي، وحسيت ان هيغمى عليا. خد نفسك بسرعه، اكتب نفسك. الازمه دي بتجيلك تملي؟ والله لما بجد نفسي يا دكتور. اول مره جات لك امتى؟ من حوالي 7 أشهر. دكتور حسن عايز صوره اشعه. تفضل معايا. مسكين، روماتيزم في القلب، صمام القلب مسدود ومتليف ومش بيسمح بمرور الدم بسهولة. مفيش عملية لتوسيع السنان؟ جراحة القلب ما زالت في دور التجربة. يعني مفيش فايدة؟ بكل أسف مش هيعيش أكتر من سنة. خليك مرتاح. يا دكتور انا قلقت قوي. تحليل دم واشعه وتحليلات، ايه الحكايه؟ شوف يا ابني، انت ما عندكش حاجه ابدا. انا لما كشفت عليك شكيت ان عندك مرض معين، انما بعد كشف الاشعه اتضح ان ما عندكش حاجه، شويه روماتيزم. كتبت لك هنا على دواء شرب وعلى مرهم، بس رجاء انك ما تجهش نفسك. ان شاء الله مش هتجيلك النوبه دي تاني. طب يا فندم اقدر اكلم سيادتك في موضوع؟ اتفضل. بخصوص مدمازين ناديه. ارجوك لو سمحت نخلي الموضوع ده لفرصه تانيه. مع السلامه. الحقيقه يا دكتور انا ما جيتش هنا الا عشان خاطر الموضوع ده. ارجوك تديني مهله. انا عارف وجهه نظر سيادتك، لكن طب ممكن ناجل الموضوع ده كام شهر؟ هو العمر فيه كام شهر يا دكتور؟ أنا حياتي كلها متوقفة على كلمة واحدة منك، أرجوك ما تبخلش عليا بيها. والله يا ابني المسألة مش مسألة عواطف، أنا تهمني مصلحة نادية، وأنا واثق إن جوازك من نادية مش من مصلحتها أبدا. أرجوك أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا شخصيا ما عنديش اعتراض أبدا على شخصيتك، إنما مصلحة نادية عندي فوق كل اعتبار. طب أقدر أفهم إيه السبب؟ في أسباب كتير ما اقدرش اقولها لك يا ابني، وكلها تخليني امنع جوازك من ناديه باي ثمن. اسمعني، ممكن تتجوز واحده من غير رضا اهلها؟ على اي حال انا كنت حاسس دايما انها مش لي. اذن ارجوك ابعد عن طريق ناديه، ما تحاولش تقابلها تاني ابدا. توعدني؟ اوعدك يا دكتور. اشكرك. لا جهز الغدا انت. حاضر يا فندم. انا اتاخرت عليكي، اسف اذا كنت جوعتك. انا كمان هموت من الجوع، بس قبل ما ناكل عايزك في كلمة صغيرة. تعالي المكتب.
الشاب كويس. الحمد لله ان ده رأي حضرتك. انا ما عنديش اعتراض ابدا على اخلاقه ولا مركزه، انما دلوقتي انا مصمم اكتر على رأيي. لكن يا خالي، انا عارف مصلحتك كويس وفاهم بقول ايه. دي حاجة تخصني انا ومن حقي اعرف السبب. مصممة؟ ايوه. لو اتجوزت احمد هتتجوزي انسان مريض محكوم عليه بالموت. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا خالي؟ مش هيعيش اكتر من سنة. انت متأكد؟ انا بكلمك كدكتور، وشرف المهنة فوق كل اعتبار. انا اتفاهمت معاه انه يبعد عن طريقك. حتى لو هو بعد عن طريقي، انا مش ممكن ابعد عنه ابدا. نادية، ما كنتش اتصور اني بحبه بالشكل ده. نادية خالي، ارجوك ما تخلينيش اتجوز من غير موافقتك. مش هيعيش اكتر من سنة. في السنة دي هنعيش عمرنا كله، هخليه أسعد إنسان في الدنيا. نشتري الدبل النهاردة. ازاي؟ هو خليك وافق. نادية، نادية، من يوم ما اتقابلنا وانت املي الوحيد، طلبت من ربنا يحرمني من كل شيء ولا يحرمنيش منك. وانا كل اللي بطلبه من ربنا ان اقدر اساعدك. هتشوف يا احمد، كل لحظة في حياتنا هتساوي عمر بحاله. نادية، مبروك يا أبي أحمد. الله يبارك فيك يا باشمهندس، عقبالك. قبل نادية، انت ما عندكيش أخت صغيرة؟ يا ريت. طب اما اروح افرح لينا بقى. طيب يا حبيبي. لا لا، مش معقول ابدا، دي نهاية العالم. قولي، الحكاية تمت خلاص؟ ايوه يا رفعت. يعني خطبت؟ ايوه. متأكدة خطب؟ اذن ذكرى جميلة لما نعجز. سرحانة في ايه؟ بفكر في حاجات كتير. في البيت اللي هنعيش فيه والاولاد طبعا، مش كده؟ اسمعي، انا عايز اول ما نتجوز نجيب بنت حلوة زي امها. انا اللي نفسي اجيب ولد يشبه لك. يشبه لي انا؟ اعوذ بالله. لا يا ستي، سواء ولد او بنت انا عايزهم حلوين زيك. عايزة يشبه لك علشان يفكرني بيك واحس انك دايما معايا. وانا اللي كنت اقول ان حظي وحش، ما تقدرش تصوري قد ايه انا في منتهى السعادة. لكن حقيقي انت للدرجة دي بتحبك؟ ومحدش غير ربنا يعرف قد ايه بحبك. بحبك بحبك وانا في منتهى السعادة، ومتهيألي اني بحلم وان كل ده مش صحيح. بكرة الايام الحلوة دي تبقى ذكرى جميلة لما نعجز. سرحانة في ايه؟ بفكر في حاجات كتير. في البيت اللي هنعيش فيه والاولاد طبعا.
الو احمد. ايوه يا حبيبي. خبر هيفرحك قوي. عندي مدير شركه افلام عرض علي عقد بخمس سنين، ايه رايك؟ الو ناديه. ايوه يا احمد سامعاك. قوليلي امضي بخمس سنين ولا سنه واحده كفايه؟ انا بتهيألي سنه واحده كفايه، محدش ضامن عمره. الو ناديه. ايوه يا احمد اعمل اللي يريحك. مبروك مبروك يا احمد. وهشوفك امتى كده؟ ما تتاخرش عليا احسن، وحشني قوي. مع السلامه. مفيش اي امل. انا مش ساكت يا نادية. انا اتصلت بجميع الدوائر الطبية لكن بكل اسف مفيش نتيجة. يعني مش ممكن يعيش اكتر من سنة؟ بكل اسف يا نادية، يمكن اقل. ليه بس كده يا ربي؟ ده حرام حرام. نادية نادية. والناس بتحسدوا على الشهرة والمال ومش عارفة انه محكوم عليه بالموت. نادية فكري كويس، انت لسه على البر. ارجوك يا خالي تفهم حقيقة شعوري. انا مستعدة اديله حياتي، اموت بس هو يعيش. اللحظة اللي ببعد فيها عنه ببقى زي المجنونة، املي الوحيد ان اكون جنبه لاخر لحظة. حلو عليا قوي. تعرفي انا مضيت العقد بكام؟ 10,000 جنيه في السنه. انا بحسد نفسي، هتجوز اجمل وارق مخلوقه في العالم، وضامن شغلي خمس سنين قدام كمان. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا دكتور. اهلا استاذ احمد. تعرف ان ايد حضرتك فيها الشفاء؟ انا خدت الدواء مرتين، الالم راح خالص كده. ايوه. الف مبروك. الله يبارك فيك. على اذنك بقى احسن ميعاد العياده قرب. مع السلامه. سعيد يا ناديه. احمد اقعد استريح يا احمد. نادية انا اسف مش هقدر اقعد معاك كتير النهارده. ليه يا احمد؟ اصل عندي بروفه في المعهد وهفوت على شركه الاسطوانات وبعدين هروح الاذاعه النهارده. معلش لكن بكره لازم تلغي كل مواعيدك. الاسبوع الجاي هنكتب الكتاب ونسافر اوروبا على طول، نقعد شهر اتنين تلاته. انا ما يكفيني شهر عسل واحد. انا عندي اعتراض. ايه؟ احنا ليه نستنى الاسبوع الجاي؟ أنا عايز كتب الكتاب بكرة. يا ريت يا أحمد يا ريت، إحنا مش ناقصنا حاجة أبدا. نادية اسمعي، أنا هكلم ماما في التليفون وأفرحها. ألو سمير، اسمع قول لماما إني كاتب كتابي بكرة. ايوه بكره. اسمع يا سمير انا هسيبك دلوقتي. سعيده مش معقول، انا مش مصدق. كل امالي تتحقق مره واحده بالسرعه دي. انا عايز بكره يجي بسرعه. ناديه انا هسيبك دلوقتي. سلام يا احمد. الله يسلمك. احمد سوق على مهلك ما تستعجلش.
التنفس منتظم ونايم كويس. تصوري الدكتور بيقول عنده روماتيزم في القلب وحالته خطيره جدا. مسكين ومش هيعيش اكتر من سنه. خساره شاب زي ده يموت، كلنا بنحبه ونحب نسمعه. خساره صحيح. مساء الخير يا نينا، انت بتوحشيني قوي قوي. امال فين سمير؟ نفسي اشوفه. نايم يا ابني. ذاكر يا نينا. انت عارف سمير شاطر. ايوه بس لسه كتير قوي على ما يبقى باشمهندس. ايه الايام بتفوت بسرعه. ايوه اظن الدنيا مش هتسعك لما تشوف سمير راجل قدامك. هو ده الامل اللي انا عايش له. أنا لازم أشتغل وأشقى عشان سمير يتربى ويتعلم ويعيش أحسن عيشة. وأنت يا نينا ربنا يقدرني وعوضك عن اللي راح كله. يا ريت أقدر أديك عيني أحمد عشان تبقي تشوفي سمير وهو راجل قدامك. أنت وسمير عيني اللي بشوف بيهم يا ابني. مالك يا أحمد؟ نادية ازيها؟ ربنا يقدرني واقدر اساعدها هي كمان. انا عيان بيه يا دكتور. انا قلت لك يا ابني عندك شويه روماتيزم بسيط. ونادية عارفه كده؟ طبعا. عرفت كل حاجة. عرفت ان حمود، وعرفت ان نادي عارفة ان حمود، وده اللي خلاها تستعجل الجواز، مش كده؟ لكن يا خسارة لو كان مكتوب لي اعيش اكتر من كده كنت هكون اسعد انسان في الدنيا. ان الاعمار بيد الله. احيانا الطب بيعجز عن شفاء مريض، انما ارادت ربنا فوق كل شيء. انا ما يهمنيش نفسي دلوقتي يا دكتور، المهم ناديه. ممكن ناجل الفرح؟ الوقت متاخر، هي فعلا هتكون حفله صغيره، انما ناديه تلاقيها دلوقتي عزمت كل اصدقائها. لكن قصدك ايه بالسؤال ده؟ أنا مش عايزها تفضل تعد الأيام اللي باقية لي من عمري. أنا لازم أضمن لها السعادة سواء كنت عايش أو ميت. إحنا ممكن نخلي حفلة كتب الكتاب بكرة، لكن العروسة هتستنى والعريس هيطلع ندل ومش هيجي. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا مضطر أموت لها الحب في قلبها. سيادة الجراح، وعارف إن البتر بيسبب ألم شديد، ونادية مع الزمن هتستريح، وأنا كمان في حاجة هتريحني بسرعة. أحمد، نادية لو عرفت إني مش عيان هتكرهني أكتر. أرجوك يا دكتور، أرجوك قول لها إن المرض اللي عندي مرض بسيط، وإن أعراضه هي نفس الأعراض اللي بتيجي في المرض الخطير، وإن ده كان مجرد اشتباه زي ما قلتي لي الأول. أرجوك أرجوك يا دكتور. أحمد أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا اللي مش عارف أشكرك إزاي. أنت خبيت عليا إني عيان، وخبيت عليا كمان إني حمود، خليتني عشت أسعد أيام حياتي. أنا ونادية كان حلم جميل وراح. أحمد ابني. اوعي تتأخري بكرة، وعليك انت بقى تعزمي طنط أمينة. مع السلامة، الله يبارك فيكي. و...
وانا كمان اقدر اقول لك مبروك والف مبروك. خير؟ حصل حاجه؟ خبر لو اقول لك عليه هترقصي من الفرح. قول لي اوام، لقيتوا الدواء؟ مش هنحتاج لدواء، احمد لا عيان ولا حاجه. صحيح صحيح، استاذ زاير في كليه الطب عملت معاه كونسلت على احمد، اتضح ان المرض اللي كنا خايفين منه اعراضه زي اعراض مرض بسيط خالص، علاجه الاسبرين ويمكن ما نحتاجلوش كمان. صحيح الكلام اللي بتقوله ده؟ انا حطير من الفرح، ربنا ما يحرمنيش منك. ولا يحرمناش من احمد. الله، مالك يا خالي؟ انا حاجه، بقول اني زعلان من نفسي، بيقولوا عليا ان انا دكتور كبير انما اتضح ان تشخيصي غلط. يا دكتور. الله يبارك فيكي. مبروك يا دكتور. متشكر يا فندم، اتفضل. مبروك يا انكل. اهلا اهلا. امال فين نادية؟ هناك. عن اذنك اتفضل. فاكره لما احمد غنى عندك في اسكندريه وما عجبهمش؟ كنت حاسه اول ما شفتيه قلبك دق ولسه بيدق وهيفضل يدق على طول. اهلا بك يا نادية. امال فين احمد عشان ابارك له؟ مش عارفه اتاخر ليه، اما اروح اسال عليه في التليفون عن اذن. اتفضلي. بصراحه انا بحسد احمد، شهره ونجاح، عروسه شباب ومال وجمال، تاخده كويس. كل شيء اسمه نصيب. نادية قول لها ان انا مش موجود. رد. الو. ايوه مساء الخير. لا خرج بقاله نص ساعة. طب وانت ما جيتش ليه معاه؟ اي حاجة. معلش اصل مش هقدر اسيب نينا لوحدها كده. متشكرة قوي يا سمير. بص لي نينا، مع السلامة. الله يسلمك. أدي يا أحمد، إيه اللي حصل؟ وأنا كمان لازم بقى أشوف العروسة. ألو؟ أنت لسه ما لبستش؟ دول باين عليهم زعلوا من بعض. زعلوا؟ إزاي؟ مفيش نصيب يا رفعت. هقول لك بعدين. اسمع. مسافر اسكندرية دلوقتي. مسافر اسكندرية؟ والفرح والناس. أنا كتبت جواب لنادية زمانه هيوصلها. اسمع، أنا هقعد يومين بعيد ولما أرجع لازم أشتغل ليل نهار. رفعت، اقبل كل الشغل اللي تعرض علينا أرجوك. وصحتك وراحتك. ما تعملش حساب لأي حاجة يا رفعت. زمانه جاي في السكة. ده نزل من البيت بقاله نص ساعة. يمكن بيشتري لك هدية. بعد تفكير عميق تأكدت أني لا أصلح لك، فحياتي غير حياتك وطريقي غير طريقك. سأختفي من حياتك إلى الأبد. في إيه يا نادية؟ السالفة السالفة. بس في إيه؟ Thank you.
في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام ودا يا دنيا الهنا ودا يا حب يا أحلام دا شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق الزهد وحيد حبيبي شايفك وانت بعيد حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكة شفايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكة شفايفك
اشوف عمري دمعه حزينه تملى عليك. كنت اتمنى بس العمر شويه عليك. لو كان بايدي كنت افضل جنبك واجيب لعمري الف عمر واحبك. فرحة كانت مالية عنيا واستكترتها الدنيا عليا. فرحة كانت مالية عنيا واستكترتها الدنيا عليا. بقالك مده ما بتجيش تزورني فقلت اجي انا وازورك. اهلا وسهلا، ده شرف كبير قوي. اتفضل. متشكر. انا سمعتك في الراديو، كنت بديع خالص. ده بس من حاله الروح. انا ملاحظ انك بتجهد نفسك في المده الاخيره زياده عن اللزوم. عايز اعمل فلوس لامي واخويا، لازم اسيب لهم قرشين يعيشوا منهم. الجواب ده جاني من الدكتور جاكسون، ده اكبر جراح في انجلترا، بيقول انه مستعد يعمل العمليه. عملية؟ أنا لسه هخش المستشفى وأعمل عملية. أنت عارف إن مفيش أمل. أنا لازم أستغل الوقت اللي فاضل من عمري وأكون فلوس لأمي وأخويا زي ما قلت لك. دول مالهمش غير يا دكتور. مش لازم أبدا نيأس من رحمة الله. أحمد، أنا هكون صريح معاك جدا. أنا معاك إن العملية في منتهى الخطورة، إنما ده الحل الوحيد اللي قدامنا. الدكتور جاكسون عمل العملية دي مرتين قبل كده ونجحت. لا، انما بيقول ان المرة دي هيعملها بطريقة تانية. يعني مجرد تجربة؟ نجرب يا احمد وربنا معانا. ارجوك يا دكتور ما تخلينيش اتعلق بالحياة تاني. انا عرفت مصيري خلاص. يمكن مكتوب لك انك تعيش. فكر يا احمد، فكر في والدتك، فكر في اخوك، فكر في الناس اللي بتحبك. انا مسافر معاك، ايه رايك؟
هتشوف يا دكتور. ان شاء الله كل خير. استاذن انا بقى، هتصل بيك عشان اقول لك على ميعاد السفر. انا متشكر قوي. يا بختك يا عم، من قدك تسافر بكره بلاد بره. لا انا زعلان منك. زعلان مني؟ مش كنت تاخدني معاك؟ ايوه، بس انت عندك مدرسه. هاخد اجازه. لا يا سمير، انت لازم تنجح السنه دي وكل سنه، ولما تبقى باشمهندس قد الدنيا ابقى تفسح على كيفك. دلوقتي ابتديت تسافر تتفسح لوحدك، لكن لما كنا فقراء ما كنتش بتسيبنا لحظه واحده. انا لو كان عليا مش عايز اسيبكوا ابدا، لكن مالك يا احمد؟ انت زعلت مني؟ ازعل منك ازاي يا حبيبي؟ لا انت بقالك مدة مزاي عايدك، انت زعلان من حاجة. ابدا يا سمير ابدا. انا اخوك وانت دايما بتقولي اللي في قلبك، مش عارف ليه المرة دي تخبي علي. اسمع يا سمير، قوم نام يا حبيبي، انا هقعد في الهوا لوحدي. ممكن اسيبك، لازم تقولي متضايق ليه. هقولك بعدين. وحيات نينا قولي دلوقتي. سمير. وحيات نينا. اسمع يا سمير، انا مش مسافر عشان اتفسح، انا مسافر اعمل عملية. ايه؟ انا عيان قوي، والدكاترة بيقولوا اني مش هعيش اكتر من سنة. احمد ما تعيطش، انا بكلمك دلوقتي لانك راجل. انا مخبي على نينا وانت كمان لازم تخبي عليها. سمير انت هتكون بدالي، خد بالك من نينا قوي، وما تنساش تاكلها بايديك زي ما كنت انا باكلها، ولو مت اوعى تسيبها لحظه واحده، اوعى. ويوم ما تتجوز ناديه ابعت لها ورد، وحاول تقابلها وتفهمها ان ليه ما اتجوزتهاش. وفي حاجة تانية، ما تنساش تبقى تزورني، وافتكر ان كنت بعمل لك رز مفلفل خلطبيطة. ما تنساش يا سمير، ما تنساش. في المطار بعد نص ساعة. الجواب ده تديه للست نادية لما تصحى. أنا هوضب الشنط في العربية على ما تروح. أنا مش هوصيك تاني، دي والدتك وسمير أخوك. اتصل بأبي رفعت يا حبيبي، أنا رتبت معاه كل شيء. وبعدين يا باشمهندس خليك راجل، أمال ما تعيطش. اسمع، أوعى تعيط قدام نينا أحسن، بعدين تاخد بالها وتعرف. يلا حبيبي.
سمير وبعدين اسمع اسمعني انت واستنى مع ابي رفعت في العربيه تحت. وشك بخير يا نينا. خلاص ماشي من غير شر يا احمد. ايوه دي اول مره في حياتك هتسيبني وتغيب علي غيبه طويله. معلش يا نينا البركه في سمير. اخدت معاك هدوم تقيله كفايه؟ ايوه يا نينا انا عامل حسابي على كل حاجه. اقوم انا بقى؟ لسه بدري يا احمد، خليك جنب شويه كمان. يا دوب يا نينا معت الطياره. مش عارفه انا قلبي مش مطمئن ليه. ما تخافيش يا نينا عمر الشقي بقي اشوف وشك بخير. فاز الله يا حبيبي. أيوة نينا ما بغيبش عليك يا أحمد. ما تعيطيش أرجوك يا أشوف وشك بخير. السلامة يا أحمد. يا رب اجعله في كل خطوة سلام. نادية أحمد يحبك حبا لا يعرفه البشر، لقد ضحى بنفسه حتى لا تتعذبي. إنه يموت ويتمنى لك السعادة. العملية فيها خطر شديد على حياته ولكنها ستضع حدا لآلامه، فسواء مات أو عاش فسيجد الراحة لجسده وقلبه وروحه. حضرات ركاب الطائرة الذاهبة إلى لندن يتفضلوا بالتوجه إليها. حضرات ركاب الطائرة الذاهبة إلى لندن يتفضلوا بالتوجه إليها. مع الشكر. مسألة حياة أو موت. حضرتك عايزة تكلمي مين؟ الأستاذ أحمد سامي. سيرة كيلو أوسكار برج المراقبة، يوجد عندكم الأستاذ أحمد سامي، نريد مكالمته لأمر هام. تفضلي. أيوه أحمد. أنا نادية يا أحمد.
أنا عرفت كل حاجة يا أحمد، أنا مستنياك، أنا متأكدة إن العملية هتنجح وهترجع لي بالسلامة. في إيه يا أحمد؟ دي نادية. دكتور أنا نفسي أعيش. لو شفتم عينيك حلوين قد إيه، لو شفتم عينيك حلوين قد إيه، حقول انشغالي وسبت الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ سيداتي وسادتي، هذا الصوت الذي عشتم معه هذه اللحظات إنه صوت مطربكم المحبوب أحمد سامي، الذي تجرى له في هذه الساعة بعيدا عن أرض الوطن العزيز عملية جراحية دقيقة. هذا الصوت خافت الآن إلا من أنفاس تتعلق بالحياة وتتعلق معها ملايين القلوب التي تعشق فنه. مفيش اخبار يا دكتور؟ طب يمكن يجي تلغراف ولا خلي يتصل في التليفون. انا عند احمد يا دكتور. ميرسي. منزل الاستاذ احمد سامي. ايوه تلغراف. الحمد لله كده مبروك، عقبال ما يرجع بالسلامة. الدكتور عبد الوهاب بيطمنهم وهو عارف ان مرحلة الخطر بعد العملية. بحبك، بحبك قوي، قلتلك بحبك قوي. ايه عايز اسجل كل كلمة تقولها. صباح الخير يا نادية. بحبك. صباح الخير يا عادل. وانا اسعد انسان في الدنيا. مالك في ايه؟ متهيألي اني بحلم. انا متاسف جدا، مش مصدق اني. شد حيلك. حصل حاجه؟ الايام الحلوه دي تبقى ذكرى. اتكلم. والله انا زعلت قوي، خساره شاب زي ده يموت. قصدك مين؟ احمد البيه في حياتك. احمد مات؟ مش ممكن. لكن انت عرفت ازاي؟ واحد صاحبي بعت تلغراف من لندن. مش ممكن، صاحبك غلطان. احمد خف زمان ورجع خلاص. ان كان جرى له حاجه كان خالي اتصل بيا. يا ناجي انا متاكد. ارجوك اتفضل اتفضل. الو. ايوه يا امينه هانم، انا ناديه.
ما حدش يقول لي الباقي في حياتك. احمد ما ماتش، احمد ما ماتش فاهمين؟ ازاي ده؟ اخر تلغراف من الدكتور عبد الوهاب طمنا خالص. انا مش مصدقه، المفروض كان يوصلوا بعد يومين ثلاثه. انا لازم اسافر لندن في اول طياره.